في مستشفى الكاظمية ببغداد مواطن وثق انتشار الحشرات والصراصير والأوساخ في ردهات المستشفى وبالقرب من المرضى. تعالوا نرى معا. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة مستشفى الكاظمية، شوفوا الصراصير اللي بيها والعبان النفس، ويقول لك حكومية ونظافة. هاك شوف هاي الخدار والوساخ، شوف مستشفى هاي، شوف 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 شوف. سرحن ومرحن براحة ما شاء الله، غذاء موجود ياكله. شوف هاي شلونها ما شاء الله كبرانة، هاي صغيرة، هاي الحجية مالتنا جاي تدليني لأنه هواية بكثرة ما شاء الله. هاي مستشفى الكاظمية التعليمي زين. هاي شوف المخاخ، شوف اللعبان النفيس، الوساخ، القذارة ما شاء الله. هاي مستشفى قلت نظيف.